سائلة بتسأل عندي غوشة مكسورة، اروح الصبح اوديها للسايغ ويديني غويشة سليمة. نقول لها وعدفع الفرق، نقول لها لو انت عملت كده انت عملت ذنب اشد عند الله من 36 زانية، وربنا يحاربك وربنا هيدمرك انت واولادك. اللي انت هتعمليه ده كبيرة من الكبائر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، وانت عملت ذهب بذهب ودفعت الفرق. طب والفرق ده حرام ليه؟ لان ابن عباس قال درهم بدرهم بينهما حريرة، يعني بدلت درهم بدرهم وحطيت الحريرة. طيب ايه الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا. يبقى هتبيعي الذهب المكسور بفلوس الاول وبعد كده تشتري من عنده او من عند غيره. حرام ذهب بذهب وتدفع الفرق، لازم ذهب بفلوس وبعد كده تشتري بالفلوس من عنده او عند غيره. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.